انت رمز الجديد في النصر؟ لا مو الرمز الجديد؟ لا رمز القديم. طيب ما في رمز الا رمز واحد اللي هو صاحب سمو الملك الامير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله عليه، هم مؤسس نادي النصر الفعلي. ولا يمكن ولا يمكن اي احد ياتي بعد الامير عبد الرحمن بن سعود ويذكر في نفس السطر مع عبد الرحمن بن سعود رحمه الله عليه، لان الامير عبد الرحمن بن سعود غير عمل كثير لنادي النصر، هو اللي حببني انا شخصيا في نادي النصر. لو في كثير ناس يذكرون كيف كان يستقبلنا احنا اعضاء الشرف الصغار، كيف كان يرحب فينا، كيف كان يحببنا بهالكيان العظيم. الامير عبد الرحمن بن سعود يبغى له حلقات وحلقات نقدر نتكلم عنه. ما تشعر ان انت قاعد تكمل مسيرته؟ طيب اكيد اكيد كلنا اكملنا مسيرته، بس لا يمكن ان يطلق على اي احد اخر الرمز. انا الحمد لله في لقب احبه واطلق عليه الجمهور، واطلق يعني اطلق على ابوي عبد العزيز رحمه الله عليه مؤسس هذه المملكه، واطلق على حلان يقولوا لك، وعلى ابوي سلطان رحمه الله عليه، والجمهور اطلق عليه اللي هو كحلان، وهذا اللقب المحبب لان اطلق عليه جمهور النصر. بس ما تقارن نفسك بي ولا يمكن ولا يمكن. وحتى لو جاي احد حقق بطولات اكثر من اللي حققها الرمز، رمز نادي النصر الامير عبد الرحمن بن سعود فقط لا غير. طيب حنروح الفاصل، بعد الفاصل راح نسألك كذا، نستعرض معك مجموعة صور سريعة وابغى اشوف تعليقك عليها. فاصل قصير بعده نعود للحديث مع كحلان.